السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم الله في القناة. مرحبا ناس، معكم أستر، جايب لكم لعبة كود 17 الزومبي الماب الأخير. جايب لكم مكان الزومبي مرة ما يجيك فيه، مرة ما يجيك فيه، أوكي؟ بس ممكن يرمي عليك لحم، بس عادي تقدر تتفادى اللحم وتذبحهم. طبعا الزومبي حيكون معفق في مكانه تحت، ما راح يتحرك، يعني يطلع من مكانه وهو واقف. حلو إنك تنتفه بسلاح من بعيد أو بسنايبر، عرفتوا؟ طبعا تقدر تطلع وتنزل بأريحية من المكان، عرفتوا؟ يعني تنزل تبغى تاخذ ذخيرة، تبغى تطور سلاحك، عادي. المكان ترى مرة جيد، وقليل اللي يعرفوا ذا المكان، وان شاء الله انه ما يتقفل المكان ذا، عرفتوا؟ لو كنت جالس زي كذا اللحم ما راح يجيك ابدا. المكان فين؟ عارفين المبنى اللي تطلع فيه عشان تروح تاخذ الجقرات، العصيرات، الثلاجة حقت العصيرات، هي المبنى اللي قدامه، عرفتوا؟ اللي فيه حبلين عشان تطلع، حبل من اليمين وحبل من اليسار. شوف المبنى حق العصيرات في ذاك المكان في الجهة الثانية، أنا في الجهة المقابل لها، عرفتوا؟ تطلع من الحبل. شوف أنا دحين معايا ناس صينيين، ما أدري هم صينيين من جد، يعني جيت عندهم واستغربوا، يو كيف أنت كيف طلعت هنا؟ ما أدري كيف، ما أدري بس من التصرفات. شوف واقف قدامي متنح جاي، أنت كيف طلعت هنا؟ عرفت؟ بعدين بيجي يدور، رايح يشوف نادي خويه الصيني، بعدين طلعوا، بعدين جوا من عندي، كيف هذا طلع؟ ياه انت كيف دخلت كذا؟ وانا اقول لهم مرحبا، يجي من الطرف من هنا، قال لك ايش على باله اني امشي بشويش، يجي بيمشي بشويش بيخش، لكن الطريقه ما هي كذا. الطريقه ايش؟ الطريقه ما هي كذا، ما هي حكايه انك تمشي بشويش على الجدار، ما تضبط. شوف دحين انا بنزل بعد شوية وأوريكم كيف إني دخلت، تمام؟ شوف باقي صاملين إلا بيجوا، طبعا هم من نفس المكان أنا وريتكم، بس مو منك تمشي بشوي. شوف أنا نزلت، أوكي، بطلع بالحبل مرة ثانية، طبعا هم نزلوا وراي عشان يعرفوا كيف الطريقة. تيجي توقف على الطرف، أوكي، بعدين تنقز وتأشر على قدام، تدبر إكسات عشان تمسك في الجدار اللي جنبه، عرفت؟ زي كذا مرة سهلة، ايزي ضبطها، يمكن من اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بس مرة ايزي، حركة مرة رهيبة يا يعني. مرة مفيدة جدا للي معهم سنايبرات او الرشاشات اللي من بعيد. وبس هذا كان في المقطع، اشتراك، لايك، نشر، نشوفك ان شاء الله مقطع جديد. سلام.